جميل خالد سليم منورنا في مهرجان الوشوش. ربنا يخليك يا فندم، متشكر يا زوجي. يا جميل يا جميل بقى تقولها لمين في شريط نوشه؟ اغنيه يا جميل طبعا اللي نقتها واللي اختارتها مراتي، فبهديها لإهداء خاص طبعا، هي وبناتي حبوها جدا، فهم هم اللي ليهم التكريم ده، ليهم اكيد طبعا. لو هنوصف السنه اللي عدت علينا 2022 بكوبليه من اغنيه هيبقى ايه؟ هقول اللي فات مات مثلا. ايه امنيه حضرتك للسنه الجديده؟ امنيه شخصيه؟ امنيتي الشخصيه لنفسي ان شاء الله يعني الصحه والستر والسعاده، ويبقى حواليا عيلتي، مفيش حد فيكم محتاج اي حاجه، وعلى المستوى الشغل طبعا ربنا يكرمني واقدر اقدم حاجه على نفس المستويات اللي انا قدمتها قبل كده. احنا اتبسطنا جدا مع حضرتك ومنورنا هنا. ميرسي على ذوقك يا حبيبي. باي باي. مع السلامه.